بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقي بكم مجددا أعزائي الكشافة. كنا قد ذكرنا أو استعرضنا في اللقاء الماضي أو في الحلقة الماضية موضوع في الحلقة الأولى من العقد والربطات، موضوع العقدة البسيطة. اليوم سنعيدها بسرعة للتثبيت. زي كما ذكرنا في اللقاء الماضي، يمين على يسار، يسار على يمين، نتجت معي العقدة البسيطة. الآن سنستعرض معا كيفية تنفيذ العقدة عكس البسيطة. البداية يمين على يسار، لفينا، كذلك يمين على يسار، إذن يمين على يسار، يمين على يسار. أما البسيطة فهي يمين على يسار، يسار على يمين، هذه عكس البسيطة. كذلك تستعمل لحزم الأمتعة وخلاف ذلك. إذن عكس البسيطة يمين على يسار ونلف، ثم يمين على يسار أيضا ونلف، فتنتج معي إن لاحظتم تختلف عن الشكل الذي ذكرناه في العقدة البسيطة. القاعدة التي ذكرناها أساسا، الحبل في اليمين إذن يمين، الحبل في اليسار يسار، يمين على يسار نفتل، يمين على يسار أيضا، فتنتج معي عكس البسيطة.